شاء الله ان شاء الله نشوفوك انا وبليل زاد بليل يستحق الخير تو بعدنا على الموف الاوف باذن الله بيكبال الابليكاسيون جديده ان شاء الله ان شاء الله على قريب ان شاء الله على قريب مولود شبابنا الكل ان شاء الله على قريب بليل الانطلاق معاك نحكيو على البطوله الوطنيه النجم الساحلي من خلال انتصاره البارح ضد فريق اتحاد تطاوين 3-0 يعزز رصيده من النقاط في البطوله الوطنيه وفي المرتبه الاولى النادي الافريقي ايضا انتصر على السي اس اس 2-0 يكون في المرتبه الثاني اليوم ظهر لي مباراة مهمة جدا للترجي التونسي أمام الاتحاد المنستيري اللي الاتحاد بدوره مطالب بالانتصار صحيح دو ماتش يتلعبوا البارح معناها ظهروا كما نقولوا نحن شكون مش يلعبوا على التيتر والماتش اليوم هو اللي بشي ظهر شكون اللي بشي يكملوا التروا الأولاني معناها كما نقولوا نحن الاسبيرانس ومستير اليوم هو الماتش اللي بشي ظهر معناها كان تربح الاسبيرانس اليوم يبين معنى ثلاثة يبينوا ثلاثة اللي بس معنى اللي يمشيوا معنى المسابقات الإفريقية واللي بشي نافسوا للآخر البطولة الوطنية البطولة واضح دالي بن حمودة يظهر لي مباراة مهمة جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أمام منافس على أرضية ميدانه في مصفى بن جنات الاتحاد المنستيري نصور الاتحاد مطالب أيضا بثلاث نقاط خاصة كما قال بلال باش يلعب على المراتب متقدمة في البطولة الوطنية بالنسبة لي أنا محمد البطولة مازالت ما تلعبتش بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي خاطر مازالوا لها لي كونكورون تاعها الكل مازالت لها السي اس اس مازالت لها الكلوب ومازالت لها الاسبيرونس معناتها الشامبيونان مازالت 9 بوان اذا تربح تجيب 4 بوان ولا 5 بوان من الثلاثه ماتشات اللي مازالوا لها وقتها النجم نقولوا النجم الساحلي في طريق مفتوح اتحاد منستير تبع على بلاسمون في الافريق باش تلعب باش تكون ترشح للافريق باش يكون ماتش صعيب على خاصه انه الاولمبي البيجي تقريبا ضمن مكان في كاس الكونفدراليه آه فما مكان اخر مش تكون منافسه باش تكون منافسه شرسه منافسه قويه برشا ان شاء الله تتلعب الكره تو بون ما زالت الماتشات الكبار بالنسبه للنجم الساحلي اللي باش يكون في ثنيته للبطوله اذا يحب يهز البطوله لازم يتصر على المنافسين ديريكت الترجي جاي من بعيد الترجي راه يتخوف صراحه الترجي تبني مباراه اليوم مش تكون مهمه مفتاح المباراه اليوم هي المفتاح للشامبيون اذا خلينا نعرفوا الترجي قادر انه ينافس على البطوله ام لا الترجي اذا انتصرت اليوم باش عندها باش تعمل با كبيره باش تهز البطوله واضح وليد النادي الافريقي بدوره ايضا مع انتصاره على السي اس اس في كلاسيكو البطوله يظهر لي النادي الافريقي هذا الموسم قادر انه ينافس على البطوله الوطنيه شوف قطع النظر على مقابله باجا اللي خذت فيها النادي الافريقي ثلاث نقاط مش في الميدان اللي بالنسبه لي انا هذا معناتها يمس مصداقيه البطوله كنت نجم احتمال الجمهور الافريقي تاو يسبني ولا يقول شحب انا اعطي فيك كرويا عداله كرويه تحب تاخذ 3 بوار تحط كره في الشبكه تطلع رابح اللي صار فاس 56 هذا شكرا حاج كيما هكا ما تي مو موجود كان في بطوله انا اليوم وليد نحضر في المحاور نتاعي حبيت نبعد على المشاكل وحبيت نبعد على فاس 56 حبيت نبعد على اصابه سعيد السابي ولا حابين نحكي شويه كوره مع بعض فصل الصيف في السماء الزرقاء والعصافير الزرقاء لانه حكينا برشا على مشاكل شنو اصابه سعيد السابي راهو المستمع قلق يا وليد من المشاكل اللي صايره في البطوله الوطنية كما قال الكابتن خالد حسني يا اخي كفانا يزينا حتى احنا من المشاكل يزينا من لا رجعت لي انا ما رجعت لكش انت سالتني على النادي الافريقي رجعت للموضوع الفصل 56 انت سالتني على النادي الافريقي انا قلت لك النادي الافريقي تاو في الكلاسمون تاعها عنده 3 بوان ما خذيتهمش في الميدان خذيتهم بحجره مش هكا صار ودي الرابطه أي. الرابطه هي اللي يرجع لها القرار أي. الاخير كان الحجره هذيك ثلاث نقاط للنادي الافريقي الحيثيات الوليد احنا ما ندخلوش فيها انا ما ليتش حجره اما كان الحجره هذيك جات على للترجي ولا للسي اس اس ولا لاي جمعيه من الاربعه الكبار ياخذوا القرار في ساعه تعرف صارت قبل النادر داود اللقطه هيك هي. صارت النادر خذاو قرار ما خذاوش قرار فما عقوبات صارت وقتها يا خويا انت تحب تهزب بعد الماتش اي بعد المباراه فما اي بعد ولا قبل راهو نفس الحكايه والله هو حبيت بلال يقعد معنا لكن الله غالب بلال عنده التزامات كنا في جزءنا القادم لا خليه يقعد خليه في جزءنا القادم لانه ليه بلال لا لشيء لانه في جزءنا القادم باش نحكيو على البطولات العالميه برمي الحاجات اللي محضرهم على البطولات العالميه نعرفوا بوردو في لوك دو في فرنسا يلعب على الصعود مباراه الاخيره لبوردو توقفت ضد المنافس نتاعو علاش لانه اللاعب سجل الهدف مشى يفرح بتسجيل الهدف دفعوه هكا فما محب معناتها بوس صغيره ماهيش اي فوالا تفرجت فيها وليد دزه صغيره مباراه في البطوله الفرنسيه في القسم الثاني في البطوله الفرنسيه تتوقف
لانه اللاعب ادعى انه اصابه خطيره، توقفت المباراه بك الدزه الصغيره هذيك. دونك هذه حاجه عاديه تعكس يا وليد الشيء اللي صاير عاديه. اش معناتها عاديه في البطوله الوطنيه؟ لانك حكيت على لقطه سعيد اللي مش عاديه اللقطه هذيك. هو يلعب في متلوي، في بالك حاجه ما صعب التيرانات في تونس كي تروح بيك الساعه تيران متلوي هكا ولا سي بلال ماكش الحجار الذاكر الذاكر بلال. احنا وصلنا نعملوا نخسروا واحد بلاش ناخذوا بريم في المتلاوي قسما بالله. النتيجه مازالت متعادله ولا 0-0. نفكر الاتحاد المنستيري الترجي الرياضي التونسي مباشره من ملعب بص مصطفى بن جنات. تيران متلوي برجوليه وهو تيران بن قردان تروح باشا زاد وليد صارت عليه مع المتلاوي. هي باشا فكرتها روحنا بالبوليسيه وقتها في الكرب باشا تحت باشا فوالا الحجره كيف احنا داخلين الفتينير الحجر. تحب نرجع للبطوله؟ بشوف انا قاعد نتمتع بالماتشات اللي قاعدين نتفرجوا فيهم الكل. فما اهداف في كل مقابله من هنا ومن هنا، فما دو، فتشوف في خدمه كبيره ياسر، تشوف في 6 و7 تمريرات، ساعات تشوفوا في اهداف على 40 توش دوبال كره من التوش. نقول الصوره كما هي وليد، ما نغلطوش العباد، ما نغلطوش العباد وليد، مش على خاطر انا قلت لك راهو اللي صار في البطوله الوطنيه في ماتش الاولمبي البيجي والنادي الافريقي نحكي راهو الرابطه هي اللي خذت هي وعندنا مشاكل هذه كل جمعه مقيس الزواغي وحنا هابطين. القرار اللي ناخذوه على النادي الافريقي ينجم يكون قرار على الترجي التونسي كما ينجم يكون على النجم الساحلي. راهو الرابطه الوطنيه ماناش ننزهوا فيها، ماناش نقولوا اللي فما لقطه في مباراه الساحلي ما نعرفش ضربة جزاء أم لا يعلن عليها الحكم، لا ما نعرفش على ضربة جزاء. باهي باهي وليد، المطلوب المطلوب أنه ننقلوا الصورة كما هي للمستمع، هذا هو. والله المستمع قاعد يشوف يشوف وقاعد يرجع، مسكين الجمهور قاعد يرجع للطيران، قاعد يدفع في فلوسه، راهي 30 و40 دينار باش يدخل يتفرج في ماتش دون الترونسبور، راهي تكلفة في وضعيتنا هذه. ولكن مالوريزمون قاعدين نشوفوا، وما نقولش لجام على رابطه الان، مسؤولين نتاعنا في كره القدم، اللاعبين اللي تيح معناتها الطايح اكثر من واقف، ملاعبيه تخلص في مئات الملايين، تشوف في روندمون يشبه النوع الماء لكل شيء كره القدم، تشوف الرجبي، تشوف الهون، تشوف الباسكيت، ما تشوفش كره القدم. ومن بعد احنا نحبوا جلال القادري يعطينا اون ايكيب ناسيونال تعمل لنا بيرفورمانس. يا اخي كما قلت سي خالد قال رئيس نادي الفريق شنو حب يعمل قبل المباراه؟ مش الحكم شفناش عالم في العالم اجب، شفناش رئيس نادي يهبط يعمل الطريقه اللي عملها ولا حاجه. شد بلاستيك الفوق وتفرج واسكت، شد عاديه الحكايه المخرج بالنسبه لك انت عاديه، خاطر اول مره انا نشوف الحكايه ننسى كل مره تطلع لنا غريبه في بطوله تونس. وكاو واضح بلال السويسي من العرش توافق وليد بلحاح الراي ولا خاصة لما يحكي على البطولة الوطنية؟ راه صحيح البطولة الوطنية موجود فيها كل شيء، موجود فيها لكن نبعد شوية. أنا حبيت اليوم لأنه في العادة ديما نحكيو على المشاكل اللي صايرة في كرة القدم التونسية، نرجعوا نحكيو على اللي صاير في أروقة الرابطة الوطنية والعقوبات والفصول فصل 56 فصل 19. اليوم حبيت نحكي كورة، وليد بلحاح هربية حب يحكي على المشاكل وسعيد السيبي والإصابة، ما عندناش كورة في البطولة الوطنية بصراحة. نقصت النيفو تاح شوية بصراحة بصدق. أنا عندي مدة عندي 4 سنين تقريبا لعبت في السعودية، وكرجعت معناها تستنيت معناها في حتى النيفو الكاليتي عادي. أما الظاهرة هذه اللي صايرة تو نتاع المشاكل بصراحة قاعدة برشا معناها تصير معناها جورني تغيب في جورني تلقاها في الجورني اللي من بعدها، تغيب في جورني تلقاها في الجورني اللي من بعدها، معناها برشا مرات صايرة. معناها شوف أنت قداش من جمعية سنة ولا معناها كون ناسيونال اه ولا بي راه صحيح معناها نفس الحكايه. شوف قداش من جمعيه انت قد تاخذ في لي بوان تاعها، مش سور تيران تاخذ في لي بوان تاعها، تاخذهم باللي ريزيرف تكنيك. هذا بصراحه معناها لا معناها مش ريزيرف تكنيك، معناها غلطه مش كيما اللي صارت في المتلوي. معناها دخلوا 5 ترونجي لا قولوا هذاك عادي. الموسم هذا ذولي صارت معنا مباراه نجم المتلوي والملعب التونسي لا صارت في بنزرت صارت في بنزرت اللي روتور غلطه تصير معناها نتاع التركيز نتاع انا نشوف الناس كل تحمل فيها مسؤوليه لا تحملها لا مدرب لا تحملها المسؤول، خاطر حتى الملاعب ينجم زاد هو اللي داخل اترونجي هو عارف روحه لو 5 داخل ينجم يقول يعرف القانون ما تصورش ماني جاي ماني من بلاد اخرى يعرف القانون اللي هو 5 اترونجي ماني انا قلت لك تحملها الناس الكل. هذوما ديفوت يصيروا، اما ماذا نتاع الضرب والحجر
تصور في الجزائر كل عام في نتذكر انا في ملعبت. في تيزي وزو يظل ملعب توفي في بتاع القبيل وقت ضربوه بحجره جمهوره مات معناتها تصور انت تصور انت لقدر الله بلال جمهور لقدر الله صارت له حاجه ولا البيجي قبل المباراه هذه قبل ثلاثة ايام من المباراه هذه متوج بكاس تونس لانه الحقيقه باش ما نظلموش جمهور الاولمبي البيجي الى حد الان الابحاث جاريه لانه فما شكوك على المحب اللي القى الحجره هذه في على راس سعيد السيبي الشكوك اذا تاكد هو قال مال سيبورتور بتاع بيج يعني هو معني نجم يكون جمهور بيج خاطئ ولا كما قلت انت اما هو متسمي على جمهور بيج يعني اللي قاعدين في اللي ورا الكاريته نتاع ورا البنك نتاع هذاك جمهور بيج مثل بيج يعني هو باش يجي بيج سؤال اذا تاكدت الشكوك وطلع مندس باش ترجع الرابطه على الرابطه الا تراجع القرارات نتاعها ديما نرجع لك جيري سي بريفوار الكاريته تاع بيج الناس كلها لعبت فيه جمعه الكميتي وتعرف الكاريته موجوده نتاع هذه نتاع ما كنتش تنجم انت تحط المشيره للمقابل كنت نجم ولا ما كنتش نجم بك شويه ذكاء انت تي بي بورصه انت خلصوا فيك باش تخمم باش تخمم باش سلامه اللاعبين والمدربين والجماهير ايه ما كنتش تهز الكاريته تحطها من الكوتي اللي من غادي هك اعطيني شكون يخمم اوت بارونتيز اللي ما يعرفوش الجمهور ويعيشوا فيه طول الملاعبين يا صديقي راك انت داخل في بالبوس باش تمشي للوتيل في البلاد اللي صالعه فيها راهي المشاكل تبدا من فم راك انت داخل للريسبسيون راك تبدا تسمع في في النبزيات تبدا يبدا يحرضوا معناتها ويخرج فيك من الطرح راك وانت خارج من الفيستير قبل الساعه وانت داخل هابط من البيوس وداخل للفيستير باش تبدل حوايجك ورينيون تكنيك كان ما عملتهاش في الوتيل يا صديقي راهو برشا حاجات قاعده تصير وعلى عينين معناتها ساعه ساعه تكلم مش المسؤول على الامن غادي يقول لك سي بون يا صاحبي ندخلوا بالعنقيه راهو من الجماهير ومن المسؤولين خاطر العباد ترا كان التلفزه التونيل كيفاش خارجين نعملوا في لي شوفمون لا خويا رانا ما خرجنا لما كلينا راه اذا من الناس كل بليل غلط انا لا مش غلط اي شنو هذا ما هذا معناه شنو رسول الله وفي النهايه بطوله معناتها توصل تقف في 12 دقيقة وقنوات شارية بالمليارديرات معناتها شيء يعمل العار. دالي بن حمودة مباراة الاتحاد المنسيري للترجي التونسي 29 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0 يظهر لي الاتحاد تقريبا أفضل في النصف ساعة الأولى للمباراة ورغم أنه بعض الاحتجاجات للاعبي للترجي فما لقطة ضربة جزاء ما علنش عليها الحكم وليد الجري. لا محمد والله أنا ما نشاطركش الرأي العكس ما أنت الترجي هابطة كيليبري بيان كيليبري ربطت وانا شوية داني واصل هابطة بيان كيليبري قاعدة ما أنت نشوفه في روح خاصة نتوى قاعد مركز شوية مع كولي تشوف في روح في سيرتيران فما روح فما خاطر كيما قلت لك جو سوي سور معين عطيهم لوردر خاطر هذا الماتش المفتاح هذا الماتش بتاع الشامبيونا اذا الترجي باش تربح اليوم باش تحط بارت كبيره باش تهز الشامبيونا انا ناكد لك خاطر ماتش وقت الكبار ماتش جوارات وانترونار والجمعيه ويعرف يربح وهذا الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد علي بن حموده 31 دقيقة لعب دالي بن حمودة يفتتح النتيجة للترجي الرياضي التونسي أمام الاتحاد المنستيري أكيد مش نواصله نحكيه على الهدف هذا هدف دالي بن حمودة نخرج فاصل ونرجع لكم من جديد عد وقتك على كاب اف ام توا الخمسة تبع راديو كاب اف ام كل عام في العيد الكبير نخسر الحمل علوش السنة بصراحة لازم نشري كونجيلاتور حكايتك مفضوضة امشي شركة إلكترون حاج قاسم عاملين تخفيضات امباتابل وزيد كيف تشري كونجيلاتور تاخو معاه كادو سيف السنة إلكترون حاج قاسم برومو اكسيبسيونيل ثقة ضمان وراحة بال والأكثر معلومات تلقاوها على electronhajqasim.com وإلا باش فيسبوك إلكترون حاج قاسم وتنجموا تزوروا شوروم إلكترون حاج قاسم نهج الحبيب بورقيبة المعمورة للاتصال 72-369-043 وإلا 94-117-117
فادي الكاب. الترجي الرياضي التونسي افتتح النتيجة في ملعب مصفى بن جنات 31 دقيقة لعب، والترجي يهتدي لتسجيل الهدف الأول برأسية عن طريق محمد علي بن حمودة بعد توزيعة عن طريق بن حميدة. دلي بن حمودة، رأيك في الهدف؟ والله هدف على سنتراج، معناتها كما شوف كما قلت لك محمد، الترجي دخلت كيليبري بالقدا وعرفت كيفاش تعمل اول سنتراج، طلع حطها محمد علي سطعت فيه بظهره مش بظهره تسجل هدف. المهم خاصة الهدف هذا نجمش ينحي عليه شوية ستريس، الاستحقاق اللي شوية ستريس خاطره. ايضا النجم نحكيه على ردة فعل البشير بن سعيد معاك بليل في عملية الهدف هذا. ما ينجمش بشير نتصور ما ينجمش يخرج لها، انا ريكسيون تاع فريكسيون سكوند ايما انا بشير، علاش انا كنت نجم تصور بشير معناها بالامكانيات اللي عنده يعمل رياكسيون خير من هكاك نتصور. عدي شاهد في الهدف بشير بن سعيد؟ لا ما تحملوش مسؤوليته، اما ديما نحكي مع الاكسبلوا نتاع جارديان، انا فهمت البلوس اللي باش تزيد الاكسبلوا ساعات، فهمت معناها بون ما يتحملش مسؤوليته، اما ديما نحكي انا الاكسبلوا، ما نحكيو على اكيب ناسيونال، نحكيو على اللي يوري جارديان اقوى من جارديان، هذا شيء يحب يوصل باهي. وليد، يظهر لي الترجي الرياضي التونسي اليوم ظاهر، والمدرب معين الشعباني في فكره ظاهر انه يلوج على 3 نقاط. اكيد كما قال دالي اليوم 3 بوان، يا باش تلعب على الشامبيون يا باش تروح. الماتش مازال ما فيهش، اتحاد المنستيري جمعيه ممتازه جدا، بتيتر عنده الماتش اللي لعبته ديرنييرمون ينجم يكون يبازلور في ساقين الملعبيه مع المحرق البحريني، يعني ملعبيه الاتحاد المنستيري عندهم شويه ضغط في الرزنامه نتاع البطوله خاصه عربيه. الماتش مازال ما فيهش، انا نعرف الاتحاد المنستيري فريق ممتاز يلعب كره صحيحه، عنده خط وسط ميدان بقياده امارو معناتها ممتاز جدا، قدام عندهم زياد معناتها زاد كيف كيف قادر معناتها باش يغالط اي خط دفاع. ماتش مازال ما فيهش، الهدف اللي تسجل كما قال بلال يعني ممكن تستنى اكسبلوا من المواطن بشير بن سعيد، حارس مرمى حارس المنتخب الوطني التونسي. وليد تفهمك حتى انا فاهمك، مواطن تونسي واقف 732 ما نجمش يخرج. ربي يهديكم المخرج خرجني لاعب المباراة الثانية، اتحاد بن قردين الأولمبي البيجي 0-0. مفكر بنتيجة مباراة الترجي والاتحاد المنستيري في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير 1-0 للترجي التونسي برأسية من محمد علي بن حمود. مفكر بترتيب البطولة الوطنية في صورة ما بطبيعة الحال بقاء النتيجة بانتصار الترجي التونسي بهدف 0. النجم الساحل للمرتبة الأولى 23 نقطة، نادي الإفريقي 21، الترجي يصعد إلى المرتبة الثالثة 20 نقطة، اتحاد بن قردين 17 نقطة لأنه اتحاد بن قردين سجل الهدف الأول أمام الأولمبي البيجي. كما قلت اتحاد بن قردين يصعد للمرتبة الرابعة 17 نقطة، الاتحاد المنستيري 15 نقطة، السياسية 16 نقطة، الأولمبي البيجي 10 نقاط، واتحاد تطاوين 3 نقاط. يظهر لي بلال المنافسة اشتدت ما بين الثلاثي الترجي الإفريقي والإتوال على البطولة الوطنية، خاصة مع الانتصار هذا لو يواصل الترجي الرياضي التونسي انتصار اليوم أمام الاتحاد المنستيري. كما قلت لك بليك كمان تو باش تبان تو باش الماتش اللي قعدوا بين الثلاثة الأولانيين باش يلعبوا. أوكي وضحت شكون الثلاثة ماشيين للأفريق والشامبيونان باش تشد بعضها، مازال باش يلعبوا لي كونغ باش يلعبوا ضد بعضهم. شتبين معنا مازلت يظهر لي معين مازلت لحد الان مازلت ما تنجمش تحدد شكون التيتري تو. معين عارف اهميه مباراه اليوم من خلال خاصه النصف ساعه الاولى اللي شاهدناها والترجي الرياضي التونسي واهتدى لتسجيل الهدف. اي لا سا سوفوا اللي يعرف الاسبيرونس تعرف الماتش هذا بالنسبه هذا الكليم تاع الشامبيونان، الماتش هذا هو الكليم تاع الشامبيونان، كم اسبيرونس باش توصل تجيب الشامبيونان معنا بالماتش هذا. الماتش هذا اللي هو سايب باش يخليك باش تلانسي بيه والمورال برشا حاجات اخرى. فما مباريات ايضا صعيبه تنتظر الترجي الرياضي التونسي يعني. كيما المنافسين نتاعها فما برشا فما المباريات اللي قاعدوا كلهم ماتشات قويين، ديربي كلاسيكو معناتها ماتشات
اللي هم باش يحكموا في الشامبيونه. باهي في الاثناء ضالي بن حموده واحنا نتابعوا في مباراه الترجي الاتحاد المنستيري. بسرعه ناخذوا دقيقه دقيقه نحكيوا شويه على المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنه وتقييم لمشاركه المنتخب الوطني التونسي في مونديال الارجنتين 2018. وليد بن حاحل البدايه معك. نعطي حق حد نعطيك دقيقتين سيدي. باهي زيدوا دقيقة من عندنا. باش نلوموا على الإطار الفني ما نجموش، على خاطر دوبا خذل ليكيب ناسيونال وفي ظروف نعرفوها الكل. خذا ريسك في جوارات لا شافهم لا في سيديات ولا يترنوا قدامه ولا هم يحزنون، لهنا يعطيه الصح. نجح. أنت قلت. في اختيارات. كي تجي تحلل قول نجح. لا في اختيارات. أنا تو نحلل. يلا وليد، يلا وليد دقيقتين روى. باهي. ماتش البرازيل ورانا حاجة مهمة برشا. وقت اللي الملاعب التونسي تعطي فيه ثقة وتقول له كور ضد البرازيل ضد الأرجنتين ضد اللي تحب أنت يوريك هو دوكوا إلي كاباب. أما كي تدخلوا الفيستير قبل الميتون اسمعني غير دروها بلاستيك صاحبك في صدرك أنت لاكسال كيف كيف ما تطلع ليش أخوي ما تشاركش في اللاتاك أخوي كرة من جي ترجع. هذا شفنا بيفوات كيف كيف ذاوية التالي يا صاحبي التالي التالي وخ من جي ترجع هذا بيع هذا شنو تسمع. هذا شنو شفنا في البريمير ميتو وشنو شفنا في ثلاثة ماتشوات اللي لعبناهم مام هذاك ماتش العراق اللي ربحناه. فرصة خطيرة للاتحاد ولا هدف التعادل؟ هدف التعادل الاتحاد المنستيري عن طريق أمرو هو اللي سجل هدف التعادل للاتحاد المنستيري. كرة كانت اختيرة من الجهة اليمنى عن طريق أمرو وليد أمرو سجل هدف التعادل للاتحاد المنستيري. 1-1 الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المنستيري. واصل وليد. قول لهم المستير معناتها ما خرجتش من البارتي. بريف وقت اللي انت تسمع لي كونسين يذوم كل كأنت ملاعبي في العمر ذاك في الموانفا معناتها في الايفا وتهبط تطبق يعني تي دون لوبليغاسيون باش تابليك الكلام اللي قاله لك المدرب تلقى روحك موني في السكور بزوز بلاش عليه خاطر انت خليت لهم الكره وخليت لهم الاسباس. من بعد كي تجي تحاول باش ترجع في البارتي تلقى فاتك القطار. يزمك تعدل ويزمك تظل الفارق ويزمك تعدل. بريف اللي شفناه كوني عنا دي جوار دو كاليتي. وليد تصحيح مش أمرو صاحب الهدف بوباكار هو صاحب ممتازين بوباكار تراوري هذا الأجانب نتاع الاتحاد المنستيري ياسر كاليتي نتاعهم حتى الترجي كاليتي قوية برشا. شكون هو لارير دروا؟ بن علي. به نرجع للمنتخب. نرجع للمنتخب. ما نجمش نحكم على منتصر الوحيشي الراجل معناتها ظلمناه عطيناه المنتخب ونحبوه يربح البرازيل. بار كونتر في الدوزيام ميتون وقت اللي الاولاد حطوا الكره لوطا مش في الدوزيام ميتون ربع ساعه الاخر نتاع البريمير ميتون وقت اللي نزلنا والضاوي معناتها اموزان باش يعدل وربحنا فيها الورقه الحمراء ومالوريزمون يا ريت ماركينا وما معناتها دخلنا للفيستير دو زان في الدوزيام ميتون كورنا خذينا التيرا حطينا معناتها المنتخب البرازيلي في البقعه نتاعه اي افيك سا تقبل زوز اهداف بطريقه معناتها غاغ لهنا توت افوار خاصه راهو منتخب البرازيلي ومنتخب الارجنتيني راهم اللاعبين نتاعهم انسحب المنتخب البرازيلي معاك يعني شفتوا ضد شكون انسحب لذا راهو لي غران كلوب لي غران ناسيون اللي مشاو راهم ما يزوش لي جوار نتاعهم على خاطر الفرق نتاعهم ما سابتهمش. تقييم بلال على المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنه وتقييمك بلال لمشاركه المنتخب؟ تسمى مشاركه طيبه معناها بصراحه معناها تشوف انت ليفيكتيف الكل تلم ما يعرفوش بعضهم الناس ما تعرفش بعض معناها كيفاش صارت اللحمه في صفيصه فما تقريبا 15 اسم شاركوا في البطوله الافريقيه الاخيره كاس افريقيا الاخيره ومش كل شاركوا اي مش كل شاركوا معناها تحكي على ليفيكتيف اما تسمى صار انسجام تسمى فهمتوا باش في تورنوا مش صغير تورنوا معناها تونس عندها سنين ما شاركتش فيه كوب دي موند معناها نتاع جونيور كنقولوا نحن يوفا فهمت معناها عندها برشا معناها ثاني مشاركه المنتخب اي ثاني مش عندنا سنين تقريبا 30 سنه ولا اكثر 30 سنه ما شاركتش ليكيب ناسيونال نذكر من وقت شكر الواعري هذول اللي فازوا الرويسي هذول من وقت محجوب اي وقت ما شاركتش معناها تسمى بريستاسيون باهيه عملت ليكيب ناسيونال معناها اكتشفنا فما مواهب جديده اكتشفناها فما الجارديان فما
الاكسيال البيفو هو نتاع سبيرونس نجمو نبنيو عليه الحارس المرمى دريس العرفاوي للمستقبل خاصه للمنتخب الاول. ما تو نحن شفنا تورنوا معناها ما نشوفوا الجارديان في لي كومبيتيسيون مع ليكيب نتاعو فهمت في لي تورنوا جاي في لي ماتش جايين باش تنجم تقيم جارديان تنجم خاطر تو معناها شفنا على الاربع مباريات معناها انت كيفاش تقيمه فنيا الحارس معناها فما مباريات ممتاز فما مباريات عادي فهمت معناها نشوف هو لازمنا في لي تورنوا جايين ولا ان شاء الله في لي كومبيتيسيون نتاعو مع لي كلوب نتاعو وشفنا مواهب اخرين معناها في معناها في كوتي ميليو تيران ولا لاعب نتاع برايتون سامي شوشان اي سامي فهمت حتى لاتاكون نتاع الكلوب افريكا معناها باهي داري كان سنانة باهي الطفل معناها ياسين دريدي هذا نتاع النادي الافريقي معناها ما شاء الله فما الطفل اللي مشى للاهلي خاصة خاصة الضاوي ضاوي معناها يضر معناها فما فارق تحسهم معناها لهنا لهنا نداء للونترونور جلال جلال القادر سيب بجوارات خلات أخرى أيضا وليد بليل سؤالي ليكم ممكن حتى في 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 أوروبا شاهدوها برشا ممكن التدرج التدرج في الأصناف الشابة يعني منتخب أوديسيت نشوفوه بعد يكون هو منتخب إيفان بعد نشوفوه هو في الأكابر عكس في تونس ما عندناش العقلية هذه ما عندناش العقلية هذه عقلية التدرج في الأصناف للمنتخبات الوطنية عناش ترقى ديما في الإفكتيف ديما ترقى 4-5 يقعدوا كان قعدوا وكان قعدوا كما قال تفكر بليل جينيراسيون بتاع 2007 وقتها اللي شاركنا في كأس العالم جيل نور حذرية أيضا يوسف المساكني وين الجيل هذا عبد النور بعد ما فهمش عبد النور بعد ما فهمش علاش خاطر نحن ما نشاركوش ديما في اللي تورنوا هذوم ديما نحن ما نخسروا جيو في الكاليفيكاسيون نخسر ما نتعديوش معني هك تشوف انت معني بعد 30 سنة باش لعبت معني هنا هنا وين المشكل يعني هنا لو جو وين المشكل واضح واضح دالي بن حمود تقييمك للمشاركة نتاع المنتخب الوطني التونسي والله تقييم المشاركة محمد اللي الصحبة جابت أكلها شوية كي تبدأ عندك صحبة في الجامعة تنجم تتعين انترونور جات بالقدا بليل بليل سؤالي ليك شقولك في المحللين الفنيين اللي معايا نحكي في الرسمي شو خي نحكي في حاجه متين نحكي في حاجه باراشوتي نحكي في حاجه صحيحه في حاجه صحيحه هاتوا نمشي نعمل صحبه وانا نرمي صحبه على الجنيح ولا ودي اتون شد الكاتيجوري اللي نحب عليها تسيبونا ملوخ هذاك اللي صاي شنو متصر عنده قداش عام راقد لها عادل تحط منتظر وقبل ما يكون راقد هو شكون ولعب كرة مثلا ولعب كرة مخدوم الحاشي الوحيشي درب النجم الساحلي حاب نحرك اسمي انا طول نجم نحرك ايه ايه النخبة النخبة سي محمد النخبة تشمت النخبة معناها الزبدة تعطي للزبدة تريني الزبدة ما تعطيش تعطيش للدوبيتو انا ما نتكلمش على منتصر كان ولا بالحق وكان لقيته في الليكيب سينيور تاع الليكيب ناسيونال مرحبا انا في العمارة ذيك لا اخوي العمارة ذيك يا ودي ما وكا وفاتوا هذوما اللي فاتوا من القطار يحبوا يرجعوا يشدوا جمعيات تو يصح في قطر ولا يصح في السعودية ولا استناني استناني وقت اللي هو منتصر خذ النادي الافريقي ايش عمل به؟ وقت اللي النادي الافريقي تلعب معناتها على تفادي النزول لمقابلة الملعب التونسي وضربة الجزاء نتاع صادق السالمي هكا ومنحها صادق السالمي ايه يا اخي نحن تو باش نقولوا شكون منتصر ولا ايش عمل منتصر ولا شي بيرفورمانس قدام لي زونترونور اللي عندنا شنو تو فما دي بالماريس اقوى من منتصر في التكوين في الخارج كيما جبتوا جوارات كملوا جيبوا لنا لي زونترونور نتاعنا التوانسه اللي رانوا في يا اخي انت تحط الضاوي ترنوا كامل الضاوي على البنك شنو الميساج اللي تعدي فيه للي اوس تيتيلير شنو وليد شنو لخصه ما تعتبرش مشاركه ايجابيه للمنتخب الوطني كلمتي تنقول لا مش ايجابيه بوضح. ايجابيه بالشفنه كلكو انديفيديواليتي نتاع وليداتنا رايك نحترمه وليد باهي سامحني احنا مشينا لاسرائيل اعوذ بالله من الكلمه وقتاش مشيت كوب دو موند ولا وقتاش لعبت كوب دو موند مشاو باش يلعبوا مشاو باش يفتكوا راه بالراس وزيد كانتروهم في تايلاندا ولا وين مشاو احات الكوب دو موند مشاو للارجنتين مشاو باش يكاو وزروا لهم دومي فينال باش يلعب معناتها جوج راه ما عندهاش حتى تقاليد باش يكونوا واضحين احنا مترشحين مرتين وهذه الثالثه ما شاء الله مشينا باش نسكروا نلعب خمسه ماتش الثاني لا ما مشاو العربي الزواوي مشى في السبعينات وبعدها في التسعينات وتوا الثالثة ثاني مشاركة ثاني مشاركة مرة مع مراد محجوب وهي مرة العربي الزواوي محمد علي في الصنف هذا تحت 20 سنة هذه ثاني مشاركة دي مش مشكلة المهم الكل كي تلمهم ثلاثة مرات
ما مش برشا ما هذا نمشي مرتين مش ثلاث مرتين من العربي زواوي مشي من سن مش نحن في حاجة لا لا في المنتخب زاد في الأصغر ممكن الأصغر ممكن مرتين في الأصغر ومرة في بس دالي ما غلطوش المشاهدين مش مشكلة ديجا باش يعرفوا هما ديجا كم يتفرجوا فيهم وكل شيء ماشيين باش نسكروا نلعبوا كان جات ريزلتانا ديجا ترشحنا للدور الثاني ما شاء الله راقدين في الدار والله راقد أنا قمت أسمعنا لقى المنتخب ترشح كيفاش الله قالوا لي وراي فرنسا ربحت 4-2 ولدي صغار شجعهم يا دي شجعهم عنا الكاليتي لا 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 ما عنا ما نقولوا يا روح الزبدة مش نسمعوه من بليل بليل تعتبر مشاركة إيجابية أم لا كما قال وليد معنا اكتشفنا مواهب كاليفيكاسيون به كثاني مشاركة كاليفيكاسيون صارت لتونس معنا تونس تعديت كاليفيكاسيون وصلنا لعبنا البرازيل وبعد البرازيل صار معنا بالماتش هذاك أما فما مواهب اكتشفناه وفما مواهب لازم تاخو حق صحيح شوف واحد. خسرنا 4 كنت البرازيل لعبت كلها فرحانه خاطر كورنا شفنا دي كاليتي دوزيام ميتون كور شفنا كاليتي وشفنا جوارات بعد ضيعوا الماتش احنا تكتيكمون انت كمدرب اللي قائد السفينه انت ضيع لي الماتش وبعد تقول لي كورت تي شنو رسول الله راي الكره ريزولتا اي وليد احنا كورت احنا علاش احنا ملخص الهدره التاريخي قائد انت كليت 4 امشي باش تورينا لي كاليتي اللي عندنا ماشيين للكوب دو مون باش ماناش ماشيين باش انت شازو كوب دو مون انت مش شازو يا ديكور يا ديكور يا دي ايفا خلوا يكور نعرف احنا المستوى نتاع تونس وين المستوى نتاع الجوار التونسي في الاصاغر ولا في اصناف الشابه وين المستوى بالضبط تعتبر هزيمه في الدور الاول امام منتخب انجلترا تعتبر مقياس باش نقيسوا به ونشوفوا به الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني التونسي المنتخب الوطني التونسي في المباراه الثانيه امام العراق انتصر بثلاثيه 3-0 في المباراه الاخيره امام الاوروغواي بوجه مشرف للمنتخب الوطني التونسي وضربه جزاء في الدقائق الاخيره مع نهايه المباراه انهزم من خلالها المنتخب الوطني التونسي بهدف لصفر وليد النتائج هذه للمنتخب الوطني التونسي سجل 3 أهداف نحكي على الدورة الأولى قبل مباراة البرازيل سجل 3 أهداف قبل دفاعه 2 أهداف ما تعتبرش نقطة إيجابية ما نجموش نقوله مشاركة إيجابية لمنتخب تونسي بعد مرور تقريبا 30 سنة ما شاركناش في كأس العالم ما وقتش باش نقولوا هذه مشاركة إيجابية مكسب أيضا في بعض الأسماء اللي كنا حكينا عليهم لا معنيش اختلاف في مكسب كنا حكينا على حارس المرمى إدريس عارفين أيضا اللاعب لعب وسط ميدان الترجي التونسي اللي تحول غيث الوهابي رائد بوشنيبة سامي شوشين جبريل المهاجم هذاك ملاعب كبير ممتاز جدا ثم ملاعب آخر النصراوي متعنيم علاش مخلاش فرصه لأنه ملاعب باهي برشا هذوما يعتبروا مكسب لكرة القدم التونسية لو نعرفوا نحافظوا عليه هذا الكلام صحيح ومعناتها خرق العادة نجيك الغيث الوهابي عم كورجية يلعبوا الكرة طاو واحد بطل واحد مازال راك تجي ان بيفو اللي مستانس بيدو وبكتفو وبتاكلي وتحطو اكسيال راك ما تنجمش تنحيلو لي موفيز ابيتود معون الصنعه اللي يخدم بيهم في وسط الميدان تجي تحطو اكسيال ومن بعد تقول لي هاو دقيقه 93 غلطه منه هو بيناتي وصارت في الماتش اللي قبله وارتكب العديد من الاخطاء فرديه في المنطقة على خاطر الفكر لهنا دفاعي بحت تقول لي احنا عملنا مكسب في اللي جوار اللي ديجا شفناهم حتى مع عادل عاملين بيرفورمانس انا لهنا نجاوبك او هو يجاوبك في الدوزيام ميتون تاع البرازيل سؤال تاع الدور الاولاني يجاوبك عليه هو في الروندمون تاع الاولاد دوزيام ميتون تاع البرازيل انت ما مشيتش تلعب في الكوره انت مشيت تخسر واحد بلاش ما ناكلش البونتوات اللي كلاها معادل معناتها في الكوب دافريك انا نلعب ضد الراغوي واحد بلاش انا نلعب ضد انجلترا واحد بلاش لا يا اخويا انا نحبك تكور انت مروح كور يا اخويا اعمل شخصيه لملعبيتك خليهم يكوروا خلي خرج الضوء اللي عندهم مش معقول خلي ليكيبات الاخرى خلي ليكيبات الزيترونجي خلي الزيروبيان يشوفوا خلي المدارس تاع اللي تدب في الجوارات يشوف هي المشكل بموض... بالديفونس معناتها بالابليكاسيون ديفونسيف صحيح مش نجم تاعك انت الضاوي كان عطيتو معناتها اللي رول اوفونسيف نتاعو كان يمشي للجمعيه يعني يتناجم تختاروا اي جمعيه قويه خاطر عنده لي بورتونسيال باش يمشي ويتشرى انت توا تجي للاوردر وتعطي للاوردر الجمعيه ماشي ليكيب ناسيونال تعطيها اوردر باش ما يفوتلكش السونتر مش توري الكاليتي اللي ريكريتمونات اللي باش تتعمل على اساس شنو
شنو الكاليتي اللي وريتها انت باش تمشي؟ يقتل الموهبه، فهمت؟ يقتلها الموهبه. باهي سامحني، انت تو تقولوا لنا مشرفه باهي من البرازيل، مالاش يقولوا مشرفه زاده فرنسا شو تقول مشرفه؟ ما ندخلوش في المقارنات هذه، شو نقارنوا المنتخب؟ اي ما يعطيك الصحه مستوانا، ما نحطوا ساقين. اي ماشيين باش نكوروا، احنا ماشيين باش نكوروا، احنا قاعدين. احنا الحاجه الباهي اللي تعملت اللي جبنا دي جوار يلعبوا لبرا وقاعدين نحذروا في كيب ناسيونال دي مارون. نحن في تونس ماني سيستيم تاع تونس حتى من قبل، ماني حتى الكيب ناسيونال تقبل حتى من 98 ديما نحن تونس نلعبوا البلوك كيب معاك. ماني نحن ماني مشترقاها مسترسله الحكايه ومدرب حتى تشوف في الجمعيات نتاعنا حتى الاسبيرونس سبيرونس كي تخرج وتلعب بالبرة ولا تلعب في ضد الاهلي نحكي لي غرون زيكيب تلعب في الافريق تلقى روحك ديما تلعب اون بلوك. انا نحن عاده تقاليد هذيك عندنا نحن تونس ايطاليا هزت كاس العالم فما سلام سامحني قادت وليت نحن عاده عندنا ذيك وشولي باش يضئي معناها تبان طريقه اللعب التوانسه نحن اون جينيرال اكيك لعبنا. باهي انا باش نسالك سؤال، ما نجموش نصنعوا اللعب دليل ما حاجتيش باش نصنعوا اللعب، انا سيب الجوارات خليها تلعب. انا نحب نفهم حاجه، انت ماشي باش الكوب دو موند هذي باش تحضر للكوب دو موند 2030 راه سهله الاوبجيكتيف سهل برشا ما فيهش برشا تفلسيف، اش مش تطلع من ليفيكتيف هذي لل 2030 اش مش توصل باش توصل باللي رول هذوما انت اللي رول باللي رول اللي يعطي فيهم انت يجي يقول لك ما تفوتليش السونت يجي للضاوي يقول لك العب لي دو توش ما تشدش الكوره شكون ليكيب اللي باش تجي تاخذ مستوانا مش مستوى الاوروغواي ومش مستوى انجلترا يا محمد رانا في المستوى في مستوى الشباب رانا نفوقوهم سامحني دالي لا 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 ما نوافقكش الراي لانه عندنا لعبنا في تونس لعب كوره امام المنتخب الانجليتير او لعب كوره امام الاورغواي وتكبدنا هزيمه ثقيله راهو الكلام الكل رجع على المدرب المنتخب الوطني التونسي. الكره فيها دو فاز، الفاز كان يحكي عليها بليل صحيح اللي احنا تطبيق بلوك كيب و 30 35 متر من الاول للاخر ما بينه والمدافع اخر مدافع والمهاجم فهذه في فاز واحده اللي انا ما عنديش الكوره بيعطيني الفاز الثاني وانت عند الكور اش تعمل؟ نحن نلعبوا كرة ترانزيسيون ما عرف لا ياك جاوبت انت شفت ترانزيسيون فمش ترانزيسيون عندك بجوار ربيع ضد شكون العراق ضد شكون ضد العراق ضد العراق ضد العراق اي ضد العراق كنت تخسروا برومي ميتون ضد العراق ولا تخسروا تخلصوا كاش البرومي ميتون تاكلوا ثلاثه من البرومي ميتون ضد البرازيل وقت اللي انت خرجت وصنعت اللعب من با لعبنا ترانزيسيون رابيد صنعنا اللعب تعرفش وين وقفنا في ال 30 متر الاخرانيه تاع البرازيل خاطر ما فماش فكر مرتين ولا ثلاثه تخدم دي دوبلومون على الفلون دروات يخرج لارير دروات سوبريوريتي نيميريك يعمل كروس وقتها خلقنا الخطر اما قبل هذا الكل ملعبيه تدور كوره مليح واستيرال تالي وتوصل كوره قدام ما نعملوا حتى شيء على خاطر ما فماش فكر هذاك تلك حدود الله فكر الهجوم سور لو بلون تكتيك وعلاش نرجع لك انا ما نلومش عليه منتصر باش نحاسبه شي خدمت انت القدام تلعب ضد منتخب اي فوالا وقت قصير برشا لكن الكاليتي جور موجوده اي زاد صاحبي انت كش تحب تلعب لي ديفونسيف وانت عندك كاليتي دي جور اوفونسيف اغلبيتهم ما تركبش على بعضها راه الملاعب يفرض الجروب اللي عندك والشو اللي عملته في الجروب هو اللي يفرض عليك طريقة اللعب ماكش انت تجي تلبسهم معناتها جلباب الدفاع وهما كلهم عندهم نفس هجومي راهي ما تجيش احنا توا بعد التقييم هذا بعد الكوب دو موند هذه شنو باش يصير الجوارات هذوما من شنو اللي تحضروهم انت كنت سألت سؤال من بكري منتخب 2007 وين منتخب 2007 فازال فيه كان العيفة وبلال العيفة ويوسف المساكني محمد بالله قديش من جوار كلهم وينهم قديش من جوار اللي صدعونا روسنا نتاع الاوديسات في التورنوا الاخرانيه واتهمونا ويحبوا يشكيوا بينا حديش من جوار من الترجي سي بلال حديش من جوار في المنتخب من الترجي احنا نقولوا الحقيقه وليد اي فماشي جوار منهم لقيتوه في الايفا ما فماش اعطيني جوار بناك على البنك ولا في القرادان فماشي القزاح لعب مع الاوديسات القزاح مشى لكاس العالم موجود في الحراس موجود حارس 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 باللي مويان نشوفوا فيهم تو تاعو انا يخلي يمارس نشاطه واضح احنا البروجي على لازم يكون على 2030 2030 مش توصل من الليفيكتيف هذايا وكلمه من هنا
سيبوا معناتها لجمعيات الكبار ولا سيبوا الجوارات خلاها تمشي تحت رف خلينا سيبو. خلينا نبنيو ايكيب ناسيونال اوكي تكتيك وتكنيك هذاك ما يعنيناش تويكا خاطر في المرحله هذه الشبان هذوما لازمهم يخرجوا باش يتاقلموا. علاش انت كنت بكري تحكي على حاجه محمد رانا في اصناف الشبان ديما اقوى منهم كيما تقول لي لا يرقوي فرنسا الكل مي بعد شنو وصلت احنا كالعام نلعبوا كونتر فرنسا في سوسا اريولا سيسوكو معناتها بعد نفس ليكيب هذيك لقيناها في السينيور احنا ليكيب اللي لعبت معانا اللي لعبنا بعد تعرفش لعبنا سينيور انا احمد العكاشي يوسف المساكني بلال العيفه فاروق بن مصطفى خمسه بينما هما الاستمراريه بينما هما 18 جوار لقيتهم اللي يلعب في تشيلسي واللي يلعب في ارسنال واللي يلعب في ليفربول واللي يلعب في بي اس جي شاد جارديان تاع بي اس جي معناتها شوف هذا البناء مش او والله ترشحنا انا عملنا كاليفيكاسيون مردود مشرف بعد 30 عام مردود مشرف مردود مشرف هذيك وليد بن حاحد اللي بن حموده واضح اكيد مفكر نهايه الاشواط الاولى لزوز مباريات اللي قاعدين يتلعبوا تو اتحاد بن قردين هدف لصفر امام الاولمبي البيجي هدف اتحاد بن قردين سجله معزل حاجه عليه دقيقه 31 الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري انتهى الشوط الاول بالتعادل هدف لهدف الترجي الرياضي التونسي افتتح النتيجه عن طريق محمد علي بن حموده دقيقة 29 وفي دقيقة 37 بوبكر التراوري سجل هدف التعادل للاتحاد المنستيري كي توا وقت الاخبار نخرج مع الاخبار ونرجعكم من جديد في استاد الكاب راديو كاب اف ام